السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة للأكلات الهندية الشهيرة. وياكم أم حمد من قناة فاديس فيلد. وصفتنا اليوم مسالة دوشا. مسالة دوشا وجبة مفضلة في جنوب الهند، خاصة للفطور والعشاء. تحضير مسالة دوشا يحتاج شوي من الوقت، لكن وايد صحي ولذيذ. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة. مسالة دوشا عبارة عن دوشا المحشي. دوشا مقرمش، روحة عجيب ولذيذ. الحشوة وشتني على ذوقكم. خلنا نشوف الفيديو. لا تنسوا الاشتراك على قناتنا ليصلكم كل جديد. مقادير المكونات مذكورة في صندوق الوصف. أولا ننقع في الماء 3 ساعات. بعد 3 ساعات نطحن في الخلاط مع قليل من الماء والملح. الحين خليطها جاهزة، نتركها من 8 إلى 10 ساعات للتخمير. على فكرة لو تسوون كمية زيادة عادي تخلون في الثلاجة لين أسبوع وتسوون دوشة على السريع. خلنا نعمل حشوة. طريقة تقليدية عنا في الهند هي حشوة بالخضروات. عادي لو تعملون الحشوة بالدجاج أو اللحم على ذوقكم. نخلط جيدا حتى يتغير اللون. نترك على النار هادئة ل5 دقائق. نخلط جيدا. حشوة جاهزة. خلنا نعمل شتني. شتني نوع من الكاري، يعني صالونة. إن شاء الله بربيكم طريقة عمل شتني أبيض وأحمر في هذا الفيديو.
نطحن في خلاط. شتني أبيض جاهز. الحين نعمل شتني أحمر. بعدما يتبرد نطحن في الخلاط. شتني جاهز، نضيف شوي ليمون. الحين وقت الدوشة. نعمل دوشة بدون حشوة. نضيف شوي سمن. دوشة مقرمس جاهز، جربوا حار بحار إن شاء الله يعجبكم. الحين نعمل دوشة في نفس الطريقة لكن مع الحشوة. يلا الحين نحشي بالحشوة اللي عملناه في البداية. أتمنى نال إعجابكم على هذا الفيديو. لا تترددوا في المشاركة بالملاحظات والآراء. يبقوا معنا بالاشتراك. مع السلامة.